سافرت الى دولة عربية لمدة 20 يوما ولم اصلي الجمعة معهم لعلمي بان لديهم بدع، هل فعلي صحيح؟ اذا كان عندهم بدع مكفرة فلا تصلي معهم، اما اذا كانت دون الكفر صلي معهم ولا تترك صلاة الجمعة، صلي معهم ما دام بدعهم دون الكفر، أصلي معهم ولا تترك صلاة الجمعة، لأن صلاة الجمعة فريضة لا تتركها. نعم.